السلام عليكم ورحمة الله. Fragmentation offset، إزاحة التقسيم. حقل الـ Fragmentation offset يتكون من 13 بت. سنرى استخدامه أو مهمته في المثال التالي. كما قلنا، البيانات التي كان حجمها 300 بايت أرسلناها على 3 دفع. كيف سأعرف أن هذه الدفعة الأولى أو أن هذه الدفعة الأولى أو أن هذه الدفعة الأولى؟ يعني كيف سأعرف ترتيب هذه الدفع؟ يتم معرفة هذا عبر حقل الـ Fragmentation offset، أي أنه لهذا الداتاجرام لهذه Fragmentation offset مختلف، ولهذه مختلف، ولهذه مختلف، تتساوى في الـ Identification، ولكن حقل الـ Fragmentation offset مختلف، لابد أن يكون مختلف لمعرفتها ولتجميعها من جديد. كيف يتم كتابة هذا الحقل أو كيف يتم إدخال قيمته؟ هل هي تلقائيا أو عشوائيا أو يقوم المستخدم بإدخالها يدويا؟ سنعرف في المثال التالي. هذا هو المثال، هذه البيانات التي حجمها التوتال لينث 300 بايت، تم تقسيمها إلى 3 داتاجرام فرعية، كل واحدة منها حجمها 100 بايت. هذه أخذت بتات، أخذت بتات من 0 إلى كم حتى تكون 100؟ إلى 99. وهذه أخذت من 100 إلى 199. وهذه القطعة الأخيرة أخذت من 200 إلى 299. هذه تسمى خوارزمية التقسيم. حجم البيانات كاملة 300 من 0 إلى 299. كما نلاحظ أنه تم إرسالها كلها من 0 إلى 99. الذي يهم هو تحديد قيمة الـ Fragmentation offset. بداية يكون قيمتها 0، لكن في القطع ضروري أن يكون مختلفا حتى أعرف ما هي القطعة الأولى والقطعة الثانية والقطعة الثالثة. نأخذ أول بت أو أول رقم في الداتاجرام أنها قامت بالإرسال من 0 إلى 99. نأخذ الصفر ونقول 0 قسمة 8، الثمانية رقم ثابت هكذا في الخوارزمية. صفر قسمة 8 يكون الناتج 0، يكون الناتج 0. في القطعة الثانية 100، نفس العملية، 100 قسمة 8 يكون الناتج بالحاسبة 12.5. وفي الحقل الثالث نفس الكلام، 200 قسمة 8 يكون الناتج 25. هكذا يتم حساب حقل الـ Fragmentation offset. في خوارزمية التجميع، إعادة التجميع في الجهاز المستقبل، يقوم بالبحث، يعني نلاحظ نحن أن القطعة الأولى كان رقمها أقل الرقم، والقطعة الثانية رقم متوسط، والقطعة الثالثة رقم عالي. إذن عند التجميع سيأخذ القطعة التي تحمل أقل الرقم ويقول هذه القطعة رقم 1، والتي تليها هذه القطعة رقم 2، أي يحدث يعني تحدث ترتيبا تصاعديا، وهذه القطعة رقم 3. إذا هذا هو حقل الـ Fragmentation offset، وهذا هو الغرض منه.